السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. أعلن المتحدث باسم حكومة الإطار التنسيقي حكومة محمد الشاع السوداني باسم العوادي عن وضع حجر الأساس لتنفيذ مشروع الربط السككي البصرة الشلامشة بين العراق وإيران، وذلك يوم غد السبت. ويرى مراقبون أن قرارات وكلام محمد الشاع السوداني قبل رئاسة الوزراء ليس كبعده، فهنا تكمن إملاءات إيران وأوامرها على رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد الشاع السوداني، الذي كان قد صرح في وقت سابق قبل ترأسه رئاسة الوزراء برفضه القاطع للربط السككي. وتداول ناشطون لقاءات للسوداني يعارض الربط السككي ويعده قاتلاً لمشروع الفاو الكبير. دعونا نشاهد. أي ربط سككي مع أي دولة من دول الجوار يمثل تفريط في كل موانئ العراق وليس ميناء الفاو، ما يخدم المصلحة الوطنية الاقتصادية للعراق أي ربط سككي مع أي دولة من دول الجوار. نعم. هذا تفريط بأهم ورقة يمتلكها العراق بحكم هذا الموقع الجغرافي المتميز. مشاهدينا الكرام، مع هذه التصريحات تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا آخر لتأكيد محمد الشاع السوداني على أن الربط السككي يعتبر تفريطا بموارد العراق. دعونا نشاهد. دول الجوار أقول لك لا، مصلحتي ما اقدر اضمن، تعطل مواني وتعطل الدنيا، تنتهي الموانئ، اي وبعد ما عندي فرص العمل اللي احلم بها بالداخل. فشوف احنا للاسف البعض في مصادر القرار يريد يروح يربط سككيا مع دول الجوار ويعوف هذا 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 المسار وهذا السيناريو. مشاهدينا، نبقى مع هذا الموضوع. عضو لجنة التخطيط النيابية عامر عبد الجبار قال إن وضع حجر أساس لمشروع ربط سككي مع إيران هو توجيه رصاصة الرحمة على ميناء الفاو، مبديا استغرابه من تحقيق الحكومة لأحلام إيرانية بربط إيران مع سوريا، وتتناسى انحراف شط العرب 2200 متر باتجاه العراق. دعونا نشاهد. أولا موانعنا، ميناء الفاو أنت مسوي لي ميناء عالمي، عاشر ميناء بالعالم، حتى تنطرب السكك للكويت والايران، وانه هسه طلعت السعوديه، بعد احنا 10 بصفه كافيه علينا. اذا انطينا رب السكتي الميناء الفاو حد الاعلى يبقى 10 بصفه، 15 صف ويوقف. زين وين الميناء الكبير؟ يا كبير راح يصير يعني اعدام الى ميناء الفاو اذا انطيت رب السكتي. زين انطيت رب السكتي لايران، أنا راح يفوت القطار آخذ بس التعرفة، أحد مستشاري رئيس الوزراء يقول على أنه إحنا التعرفة اللي نخليها وإحنا اللي نفرضها، مو بكيفها إيران، إحنا دولة ذات سيادة ومو بكيفها نفرض عليهم تعرفة اللي نريدها. أوكي حبيبي، والله بلكي تفرض لي تعرفة على تذكرة الطيارة من بغداد لعمان نفس المسافة من بغداد للطهران، ليش العمان 550 دولار والطهران 250 دولار؟ أخي القرار بيد الإيرانيين. مشاهدينا الكرام، علق الناشطون في موقع إكس مع وسم ربط الإطار السككي يقتل العراق. دعونا نتابع بعضا من هذه التعليقات التي وردت بشأن هذا الوسم في موقع إكس. بتول تقول: قبل الحكم شيء وبعد الحكم شيء ثاني، ازدواجية السوداني، قبل لا يحكم الربط السككي يضر بالاقتصاد العراقي، بعد الحكم لازم نربط مع دول الجوار، قولوا نريد ندمر اقتصاد العراق وفضوها، يلا بس أهم شيء اقتصاد الجارة لا يتضرر، ما يخالف اقتصادنا.
تعليق من ريتا تقول: الموضوع الربط السككي اللي يعتزم السوداني وحكومة الإطار تنفيذه ينهي فائدة 91 رصيف من ميناء الفاو، يعني يقتل جزء كبير من اقتصاد العراق. تعليق من روجين تقول: كل الأفعال التي يمارسها الإطار التفليشي تعود بالفائدة على الاقتصاد الإيراني وبشهادة مسؤوليهم، وجميع الأراضي التي يمر بها الربط السككي سوف تملك أو تملك لإيران. هسه عرفنا خونة، بس مو لهالدرجة. بعتوا العراق على شكل وجبات، مرة لإيران ومرة للكويت. تعليق من إيناس تقول: لماذا لا يعمل ميناء الفاو؟ لو أنك فعلا عراقي ولديك الغيرة العراقية ما تسببت بقتل العراق اقتصاديا ومعنويا. العراق يفقد خواصه بسبب ربطك السككي أيها الطماع. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. في هذا الملف الذي ستشاهدون مقاطعه بعد قليل مشاهدينا الكرام، سنتابع نموذجين مختلفين بين من يعمل بجد وصدق وإخلاص وبين الفاسد الذي يكمن همه في سرقة الأموال فقط وعدم خدمة وطنه وأبناء شعبه، حيث ستشهد مدارس العراق بعد أيام عودة الطلاب لمقاعدهم الدراسية في بداية عام دراسي جديد. لكن حال المدارس الحكومية لا يزال مأساويا رغم كل المناشدات والشكاوى. مواطن من أهالي محافظة البصرة تحدث عن حال مدرسة حي الحكيم في قضاء الدير شمالي المحافظة وحاجتها إلى معالجات فورية قبل بدء العام الدراسي الجديد. دعونا نشاهد. السلام عليكم. هاي مدرسة بحي الحكيم بالحرية بالديار، قضاء الديار، مدرسة تعبانة بتاريخ 30/8/2023. هاي المدرسة بالديار 23 ما مشمولة بالتخصيصات المالية للإعمار ولا بالتخصيصات قطع الأراضي، وقطع الأراضي كلها خذتها الأهالي قسموها، والبلدية ما جاي تحسب حساب مكان المدرسة. المدرسة بعيدة على المدرسين والمعلمين وعلى الطلاب. منطقة حي الحكيم المدرسة كلش تعبانة، هذا البناء مالها، والمدرسة بناها جديد، يعني المقاول لا بخل أبوه ومسلمها للدولة، لا حسيب ولا رقيب. الناشد الخيرين والناشد الناس الزينين يتدخلون. كان هذا المثال عن الفساد وعن سوء الإدارة وعن سوء التنفيذ في المشاريع التي تعود إلى الحكومة. لكن دعونا الآن نتابع مشاهدينا الكرام عندما يعمل المواطن، عندما تعمل الأيدي الحقيقية الصادقة بنية صادقة وبنية مخلصة لهذا البلد. نموذج آخر يقابل النموذج السابق ويبين العمل بصدق وإخلاص. هذا النموذج هو لأحد المواطنين العراقيين الذي أطلق قبل نحو سنة مشروع 1000 دينار عراقي لبناء مجمع سكني متكامل من أجل توزيع المنازل على المواطنين الفقراء ممن لا يملكون دارا. هذا المواطن هو يدعى سيف، من أهالي محافظة بابل، أكمل المشروع واقترب موعد توزيعه على مستحقيه. لكن موضوع كلامنا عن المدارس الحكومية والفساد الحاصل في بنائها والتي يعاني أغلبها من الإهمال والتلكؤ في إنجازه. هذا المواطن سيف بنى مدرسة وسط المجمع السكني الذي أنشأه وأيضا من مشروع 1000 دينار، وقد كلفت هذه المدرسة 175 مليون دينار عراقي فقط. دعونا نشاهد المدرسة الجميلة التي بنيت بإخلاص، على عكس المدارس التي تبنيها الحكومة بأياد فاسدة وتكلف المليارات ولا توافق الشروط. لنشاهد المنشآت اللي هي ضمن المدينة، هذه المدرسة اللي هاي متفنشة منتهي موضوعها يعني كاملة. نسبة الدراسة 100% تحتوي على 12 قاعة دراسية وإدارتية مكثرة في معلمين، 4 مجمعات صحية، ساحة هذه مزودة بقمة مجاري متكاملة. هذا تمر الدنيا الأمطار تسحب المجاري خارج الشوارع. كم قاعة؟ هذه 12 قاعة، مساحة القاعة الواحدة 7x5 صافية. ندخل نشوف القاعات؟ شوف يعني حتى
احنا ما ضفنا لها شعارات وكتابات. شوف المدرسه قتاده بالوانها تصميمها، تصميم النظام الطابق الواحد، هذا تصميم سهل جدا لطلبه خاصه ابتدائيه او مثلا المعلم الكبير بالعمر او المعلمه مثلا، هذا يكون يعني نظام سهل. هاي قاعه، هذا قاعه، هاي قاعه ثانيه. زين الاهم، والاهم انه تكلفه هذه المدرسه ويمكن صدم اغلب العراقيين هو 175 مليون دينار مع العلم هاي المدرسه 175 مسوين قرميد للشبابيك، مسوين هذه الحديقه، مسوين حدائق، عدد اثنين، مي 14000 لتر، خلينا 10000 لتر احتياط، مثلا اربع مجمعات صحيه، هذه تكلفتها 175 مليون 175 مليون دينار عراقي سوى، لانه مو فاسد، سوى هذا النموذج المثالي حقيقة والجميل جدا لمدرسة بها 12 فصل دراسي، يعني قد تحتوي على عدد ليس بقليل من الطلبة، وحقيقة بجهود ذاتية. دعونا نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين. ماجد يقول: من تمتلك ضمير حي هيك تقدر تسوي بالعراق، بسيط. صالح يقول: الله يبارك بيك، أنت في هذا عملك تبتغي وجه الله، وأما الفاسدين يبتغون ملء جيوبهم الخاوية. أسامة يقول: المدارس الصينية ما أخذيها الوحدة بثلاثة أو أربع مليار، أربع مليارات. وتعليق من مصطفى يقول: معقولة 175 مليون؟ ما شاء الله، هذا اللي عنده ضمير ويخاف الله، خلي يشوفون الفساد والمقاولين الحرامية، الله يكثر من أمثالك. مشاهدينا الكرام، نستمع لرأي السيد أبو زينب من النجف، تفضل يا أبو زينب، حياك الله. السلام عليكم، الله يسعدك. حياك الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عزيزي، هذا الخبر هسه يعني الصاعقة اللي نزل على رؤوس العراقيين مال الربط السككي مع إيران، يعني العمل كله والجهد والسنين والتعب والصرف المليارات كانت تيجي النتيجة لإيران. نعم. يعني خوي عبد الله طيره وطار الكويت، هدو الشنام كان ايران، الربط السككي بدل ما يكون من ميناء الفاو راح يصير من بندر عباس مدري منو. يعني احنا هاي بعد الى متى يعني الشعب ايش ينتظر؟ فوق سادين علينا المي، فوق سادين الدنيا، ودخلونا المخدرات. يعني 95-95% من ميناء الفاو راح يتلاشى، مثل ما صرح مره احد رؤساء الاحزاب عندنا قبل سنه واكثر، يقول قال بالنص وموجود صوت وصوره، قال يجب ان نفشل مشروع ميناء الفاو. بعد ايش منتظرين؟ بنفس هذا الوقت ربما طلع محمد الشيع السوداني بلقاءات، فقدنا الاتصال ويا ابو زينب، طلع محمد الشيع السوداني واللي عرضنا مقاطع قبل شويه يرفض فكرة إنشاء خط ربط سككي مع أي دولة محيطة، يقول هذا حيدمر مشروع ميناء الفاو ويقضي على الموانئ في جنوب العراق. يعني إذا هو اللي صرح بهذا التصريح، إذا هو متبني هذه الفكرة، ليش ده نشوف العكس بالتنفيذ اليوم؟ ويانا السيد أبو علي من الديوانية، تفضل أبو علي، حياك الله. أبو علي، ألو، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. يا أخي مثل هذا الولد اللي بنى المدارس البيوت الفقراء، نعم، هذا بغير دولة يخلونه وزير، هذا نعم، هذا معكم من عنده 10 بالعراق، أشرف من دولة العماية من يبوقون الفلوس، أشرف من السياسيين. نعم. هذا شريف، هذا والله العزيز. هيك بشر نموذج بالعراق. الظرف سنة يا أبو علي، سنة سوى مشروع سكني متكامل ومدرسة وبجهود ذاتية بتبرعات. فما بالك بالمليارات من الدولارات اللي بدها تدخل الخزائن، وين بدها تروح؟ التيار والعيطة اللي قدروني. للأسف فقدنا الاتصال ويا أبو علي. أنا عندي سؤال حقيقة على هذا المقطع اللي عرضناه. هذا الولد اللي بنى مجمع سكني للعوائل المتعففة وبنى في داخل هذا المجمع مدرسة
شفناها وشفتوها حضراتكم بشكل مثالي حقيقة وفي غاية الجمال بمبلغ 175 مليون. ليش ما أعداء الحسين منعوه من هذا البناء كما يدعي هذا العامري؟ يقول بأنه أعداء الحسين منعونا من العمل، منعونا من بناء العراق. طيب هذا الولد ليش قدر يبني؟ ليش قدر يبني هذا المجمع وقدر يبني هذه المدرسة؟ وينهم دول أعداء الحسين؟ شو ما منعوه؟ ليش يمنعوكم أنتوا وما يمنعون اللي يريد يعمل بصدق وإخلاص؟ دعونا نكمل المشاهدين الكرام ما لدينا مع حضراتكم إلى الواقع الصحي المتردي في العراق. أظهر مقطع مصور تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحال المزري لردهات وغرف المستشفى التعليمي في محافظة البصرة، حيث تنعدم النظافة وتنتشر الحشرات كما ستتابعون في المقطع الآتي، ناهيك عن المشكلات الأخرى كنقص الأدوية والأطباء، وهي ما تجبر العديد من المرضى إلى الذهاب للمستشفيات الخاصة وتحمل تكلفة العلاج الباهظة. دعونا نشاهد. يعني تتابعون حضراتكم مشاهدين الكرام، هذا مكان لتلقي العلاج، للوقاية من المرض، للعلاج من المرض. لكم أن تتخيلوا الحال المأساوي الذي يعاني منه المريض العراقي في المستشفيات الحكومية. أين هو صاحب جملة الله لا يوفقنا على هذه الخدمة؟ أين هي حكومة الخدمات، حكومة محمد الشيع السوداني، عن هذه الفوضى وهذه القذارة؟ هذا حال المستشفى. طيب ننتقل إلى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. ناشط من قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار نقل معاناة المراجعين لمستشفى الشطرة، ولا سيما في قسم الولادة، حيث يجبر المراجعون على دفع مبالغ عالية أثناء إجراء العمليات لا سيما الولادة، حيث تفرض بعض الطبيبات تحويل المريضة للمستشفيات الأهلية من أجل أن يتم دفع مبالغ عالية على حساب المريض الخاص. لنستمع. دكتورات الولادة لا مسؤول يقدر لهن، ولا وزير الصحة يقدر لهن، ولا نائب يقدر لهن، ولا مدير الصحة بذي قار يقدر لهن، ولا أي مسؤول يقدر للبعض من دكتورات الولادة الموجودات مستشفى الشطرة. عملية ولادة البارحة يشوفون الناس ماية بالزيارة ويستغلونها على أبو المخدر بالزيارة وبالأسعاف طالع. عملية الولادة 1,400,000 وحق هو الحسين الرحتونة مشي بمستشفى العمل. منين تجيب العالم؟ منين؟ ما تستحان؟ ذن البعض من عشان ما تستحان؟ ما تخجلان؟ إدارة صحة الذقار، صحة الزفت، ما تتابعون المستشفيات والدكتورات اللي جاي حول للأهلي ومو بس الولادة، أي عملية تتحول للأهلي. نتابع الآن بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. كاظم يقول: خويا خصم الحكي، مستشفى تايه، أنا قبل فترة سويت عملية حتى احترام للمريض والمرافق للمريض ماكو، المفروض للكل تطلع تخلي حل لهكذا مهزلة. ثقتي بربي تقول: هي صحة ذي قار راضية عليهن وزايد بعد، كان المستشفيات الأهلية المن لهم واحد يغطي على الثاني، لهم واحد يغطي على الثاني، ما حد يطلع أو ما حد يطلع الدكتورة مقصرة. تعليق من نور تقول: مستشفى التعليمي كارثة من كل شيء، لا نظافة، لا اهتمام من قبل الممرضات، وبعد الحراس اللي بالباب اللي داخلي عبالك عصابة ما يتحاشون، وهم حتى اسمهم ما يعرفون يكتبونه. والله يا ريت حملة على مستشفى التعليمي حتى يطلعون هاي العصابات منه. تعليق من علي المالكي يقول: مدير الصحة أصلاً قاعد مكتبه على التبريد وحمايات وخدم وحشم، شنو يدري بالمستشفيات؟ ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع الخدمات أو ملف الخدمات في العراق وترديها بل وانعدامها، ولا سيما الطرق التي تشهد عشرات الحوادث يومياً، حيث اشتكى أحد المواطنين من محافظة النجف من الخطة الأمنية الموضوعة في المدينة خلال زيارة الأربعينية، وعدها بأنها تعرقل حركة مرور المواطنين وتسبب الازدحامات. لنشاهد. هذا شارع مجمع بيت،
شارع مجمع بيت. شوفوا الخطة الأمنية المدروسة من عباقرة وفلاسفة القرن 21، قاطعين هذا الشارع بالصبات. زين هذا الشارع الناس جاي تجي منك من كربلة من حولي وتدخل على مجمع بيتي حتى تروح المن تروح للنجف. زين هذا شارع فارغ، هذا شارع كربلة. يا إسلام يا مسلمين يا مؤمنين يا من تدعون الإسلام والتشيع، هذا فارغ، هذا فارغ. زين ليش مخلي الناس، شوف شو مخلي يا بابا، خلي الناس تجرون ساي الخطة العبقرية، عد اللي واضعين الخطة الأمنية، شوفوا مخلي الناس تعب راسها. إذا يريد يروح يرجع لأهله، يريد يروح شارع كربلاء وين يرجع ينام بالمخبرة بالنفر النموذجية لوين يروح؟ مخلي الناس تجي راسها. شوف هناك المرور راح يتلقاهم رجل المرور، لا حول ولا قوة، يتبع أوامر، راح يلزمه يقصله وصل 200,000 حتى شنو يغذى الدولة ما عدها. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. لمواطن من محافظة البصرة وثق حال منفذ الشلمش الحدودي مع إيران والذي يدخل منه آلاف الزائرين، حيث وثق الحال المزري للمنفذ وللشوارع فيه والتي لا تعكس صورة جميلة عن البلد وتفاقم من معاناة سائقي شاحنات الحمل والأجرة. دعونا نشاهد. يعني هذا المنفذ في العام الماضي وفي 40 الإمام الحسين عليه السلام الماضية مثل هيك أيام أنا أجيت وصورت فيديو في هذا المنفذ وطلبت من الجهات المعنية، وقلت عسى ولعل أكو مسؤول حكومي شريف ينظر بقضية هذا المنفذ البائس ويسوي حل، مثلا يحال إلى شركة استثمارية، يحال إلى جهة معنية وتنظر بقضية هذا المنفذ، هذا المنفذ البائس اللي يفتقر لأبسط الخدمات. هذه السنة اليوم اجيت لهذا المنفذ قلت انه عسى ولا على القى تغيرات في هذا المنفذ، باعتبار اليوم هذا المنفذ هو مهم، منفذ الشلامشة ويدر المليارات على خزينة الدولة، واكثر من دولة تدخل عن يعني الدول الاجنبية تدخل عن طريق هذا المنفذ مرورا بالبصرة والى كربلاء المقدسة. لكن للاسف الشديد مثل ما جاي تشوفون المنفذ على حاله، الشوارع يتغير التراب من عندها والزوار يعانون، وكأنما ليس في العراق، هذا العراق اللي هو بلد الحضارات والبصرة هي عاصمة العراق الاقتصادية، وهذه المليارات والتريليونات اللي تجي للبصرة وين تروح؟ ما جاي أفهم إنه هذا المنفذ مسؤولية من مسؤولية الحكومة المحلية أم مسؤولية الحكومة المركزية؟ نبقى مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى هذا المقطع. في قضاء الحمزة الشرقي بمحافظة القادسية أحد أهالي القضاء كشف أو بيّن حال شوارع القضاء وتحولها إلى بحيرات بسبب كسر بأنابيب نقل المياه، وعده هدرا للمياه الصالحة للشرب، وكشف عن خلو المدينة من مجاري لتصريف المياه. دعونا نشاهد. حياكم الله حبة المتابعين، هني دائرة الماي بالحمزة، شنو انتم ميتين عدين اخوان، شنو سالفتكم؟ صدق انتم تشاقون؟ شنو النهر الثالث هذا اللي موجود من المستشفى من العلاوي لحد ما يوصل السماء؟ شنو صدق تشاقون؟ يعني هذا هدر لو مو هدر؟ شلون جاي تشتغلون انتم؟ وين؟ زين ليش هذا الوضع؟ زين القيمقام تنايم قاعد، شنو وضعك؟ الأعضاء اللي موجودين انتم تدرون بهاي الوضعية اللي ما تدرون؟ زين هذا اليوم يوم واكو زوار، قضية زوار وناس ورايحة وحركة وهذا تدخل الولاية، يعني هذا منظر مثلا؟ منظر هذا؟ يعني هذا أعتقد هذا اليوم إلى الثالث، جينا قبل يومين أكو ماي قليل، هسه صار نهر، هاي نهر صار منها لنا. زين انتم شنو يعني يقول يعني بس فهموني انتم شلون جاي تشتغلون؟ شلون جاي تشتغل؟ بأي طريقة جاي تشتغل؟ يعني هذا الماي اللي جاي ينهدر ليش؟ هاي الشوارع اللي جاي تتدمر. زين معقولة هاي كلها عميان؟ كلها ما أشوف؟ يعني حرص ماكو؟ ليش؟ نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع مشاهدينا الكرام. حازم يقول: شراء المناصب ووضع الغير مناسب بالمكان أو غير المناسب بالمكان المناسب سبب دمارا للبلد وانتشار الفساد.
حيدر يقول كل شغل ضد هذا البلد حتى يبقى على وضع التعبان. كامل يقول إهمال في أغلب مدن العراق بسبب هذه الوجوه التي تسلطت على إدارة العراق، لا توجد لديهم أي اهتمام أو حرص أو إرادة لبناء هذا البلد، مما تسبب بضياع أموال العراق وحالة البؤس التي تعيشها البلاد. تعليق من فليح يقول عندما تضع الرجل غير المناسب في المكان المناسب تكون هذه النتيجة طبيعية جدا. نستمع مشاهدينا الكرام لرأي السيد أبو عمر من بغداد. تفضل يا أبو عمر، حياك الله. حياك الله أستاذ محمد المحترم، وتحياتي القناة الرافدين جميع السادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. أهلا أستاذ محمد. إحنا نعرف بالوضع المستشفيات اللي من 2003 ولحد الآن، يعني قبل السقوط كان عندنا مستشفيات تعليمي وكانت عندنا مستوصفات، وكان المواطن يعني بالمستوصف أنه من كان عنده أمراض مزمنة يعني اللهم يشافي كل مريض، فمن كان يروح يتلقى العلاج شهريا أو أسبوعيا يعني على حساب الحكومة من تقدم إلى هذا العلاج أو الحبوب أو الشرابة أو الأبر، كل هاي الأمور يعني كان ما كان عندنا يعني حالات وفيات، ما كان عندنا حالات أمراض يعني مصابة جدا يعني بالسرطان، يعني الله لا يقول على مستمعينا وعلى مشاهدينا، يعني كانت عندنا أمراض بسيطة جدا يعني الضغط والسكر هاي الأمور. هسه من بعد ألف السقوط صارت عندنا أمراض كثيرة وصارت عندنا علاجاتها صعبة، ما ممكن المواطن العراقي أو الفرد العراقي يقدر يشتري هاي الأدوية أو هاي الأبر أو هاي الكبسولات. إحنا صار عندنا يعني عطالة وبطالة رغم المعيشة. سؤال يا أبو عمر، محمد الشاع السوداني رئيس حكومة الخدمات كما أطلق على حكومته وكما تصف هذه الآلة الإعلامية المحيطة به هذه الحكومة، طيب وذهاب المستشفى الكاظمية التعليمي وحديث عن أو جملة الشهيرة الله لا يوفقنا على الخدمة، هذا الكلام ليش منعكس على شكل أداء لمعالجة الخلل أو المشاكل الموجودة بالقطاع الصحي بالعراق؟ يعني من هذا التصريح لغاية اليوم ما شفنا أي إنجاز حقيقي في المستشفيات الحكومية. استاذ محمد يعني لو نقولها يعني مثل يعني شلون ما يقولون، اذا كان هذا رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني ما مر انه زيارات المستشفيات وما رايح مطلع على الوضع او كان يسمع او ما كان متاكد، فالمفروض من عنده يعني من راح المستشفى مستشفى الكاظمية التعليمي صارت عنده فكره وصارت عنده رؤيه وصارت عنده مشاهده وصار عنده يعني الصدق في لسانه وفي امام نظره، المفروض يعني شلون ما نقول يعني يتحسن من الوضع، يتقدم من الوضع، محاسبة الفاسدين، محاسبة اللي يسرقون يعني من وزارة الصحة واللي قاعد الأدوية اللي قاعد تجي والأدوية الفاسدة، المفروض هاي يكون بها حسابات ناس مختصين في هذا الأمر، ومحمد الشاع السوداني المفروض يكون هذا الأمر من يعني لازمه وأن يشوف متابعة هذه الأمور، لكن للأسف ما شفنا من عنده أي تحسن وظلت المستشفيات وظلت أسرة وما زال المواطن يعاني. محمد الشاع السوداني ما يقدر يعني يقدم خدمة للمستشفيات العامة إذا كان ببغداد وكل محافظاتنا، لأنه هي لازمة للأحزاب ولازمة للميليشيات، فما يقدر يقدم بها أي إنجاز وما يقدر يعني يتحسن من وضعها، يتحسن من يعني شروط المعالجة لها يعني تمام. كثرة الناس اللي وصلت الفكرة أبو عمر، أنا أشكر حضرتك يعني. شكرا جزيلا للمشاركة. مشاهدينا الكرام دعونا نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. نسلط الضوء على القضايا والأحداث العراقية المهمة، نقدم المعلومة للمشاهد بكل تفاصيلها، نقف عند تداعيات الأحداث وتأثيراتها المستقبلية، نطرح وجهات النظر الواقعية لنكشف الحقائق ونقدم الحلول، كل ذلك في برنامج تحت الضوء.
حياكم الله مرة ثانية مشاهدينا الكرام، نكمل الحديث مع حضراتكم في حلقة صوتكم لهذا المساء، ويعاود الاتصال بنا السيد أبو علي من الديوانية مرة ثانية. تفضل يا أبو علي، حياك الله. حياك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله أخي هذا رجل من حل البناء البيوت، لو يجيبونه يحط له محافظ على الديوانية الله يسوي يا دبينا، والله العزيز على أمانته وصدقه. أنا سألت سؤال قبل لا ينقطع الاتصال ويا حضرتك سيد أبو علي، أنه هادي العامري زعيم ميليشيا بدر قبل الانتخابات اللي فاتت قال بأنه أعداء الحسين هم الذين منعونا من البناء، وأنا سألت سؤال يتعلق بهذا الشاب سيف من أهالي محافظة بابل، أنه ليش وينهم ذول أعداء الحسين؟ ليش ما منعوهم من بناء هذا المجمع السكني وهذه المدرسة النموذجية؟ يعني شو أعداء الحسين دي يمنعون أصحاب القوة، أصحاب السلطة، أصحاب السلاح، أصحاب المال، وما منعوا هذا الشاب الفقير البسيط اللي حاول يساعد الناس؟ هو بين أستاذ أربع وزارات، مدري كم وزارة هذه العامري، كل وزارة طلبيها طلع بها فشل كبير. نعم. من عصر لما زار هو. بس أعداء الحسين هو يعرفهم كل الزين، أعداء الحسين اللي يقول أموال شيعة الحسين، هذا أعداء الحسين. مثلكم، مثل هذا العامل، مثل التيار، مثل الإطار، هذول اللي تندعون أنتم بالحسين، تندعون شيعة الحسين، وأنتم سلبتون شيعة الحسين، وأنتم حطمتوها، وأنتم أخرتوها. طلع أبو الناصر يقول هسه مساء يقول الطفل مليونين العملية مالته. باليابان يصيرون 50,000 دولار، 5,000 دولار للي يولد، وهنا ياخذون من عنده 5,000. يعني بروح أبيك الجنوب من عنده مليون مليونين بالبيت مالته يعطي للولادة مالته. صحيح. للولادة اللي يصير عنده. هو نفسه يعني هو نفسه نفس العامري نفسه بلقاء سابق، وطبعا احنا جبنا للعامري كمثال، طلع ويقول الفقر كذبة، التعليم ببلاش، الصحة ببلاش، كل شيء ببلاش. هذا في لقاء سابق. وين البلاش بالموضوع؟ حبيبي اكو مثل الشغل، الجوعان والشبعان ما يتوالمون. هذا شبعان ويعرف روح عند المستشفيات اله، واحسن طيب ما يعرف الفقره النايمه بالديوانيه المهجوره هاي. يعني هو لا يجي الى الجنوب بالديوانيه، ما يشوفها بحينه قاعده بالتجاوزات، ما يشوف هذول عميان من عمل حمام وعمل قلوبهم وعيونهم، ما يشوف الديوانيه جد عوائل، اغلب عوائل الجدي ما يشوف بحينه بعيد الديوانيه عليه. بتم للنجف الزور، بتم لكربلاء، بتم على بغداد، ما تشوف بحالك يا عامري. اطلع بين عيونك ترى انت ما تعرف الاختيار، الاختيار جاوبت على اقل جاوبت على ما يحدث في الجنوب، على بالديوانيه تعرف المجازر قلب بالديوانيه، تعرف المحافظين تعاطهم الجذب وقول. تمام، انا اشكرك سيد ابو علي من مدينه الديوانيه. نستمع لرأي السيد عمر من الأنبار، تفضل يا عمر حياك الله. عمر من الأنبار. ألو. تفضل يا عمر حياك الله. السلام عليكم أستاذي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذي بس عندي مناشدة. تفضل. أنا يا أخوي كان ضابط دورة 56 شرطة وزارة الداخلية. نعم. فمن طار السحرية تسمعني أستاذي؟ أسمعك بس أريد منك تنصي صوت التلفزيون للأخير. نصيت أستاذي. تفضل عمر. فمن رجع للأنبار في 2016 نعم ارتكت له علي التهم كيدية. نعم. التهم الكيدية احتمتها مؤبد. التهم الكيدية قالوا بأن انتمى داعش سنة 2015 فما بعد. من هذا اللي ادعى عليه؟ اللي ادعى عليه شخص مصر اسمه عبد مخلف. يعني عنده أخوك عنده عداوة معه أو مشكلة أو شيء؟ عداوة المسألة شنية؟ المسألة أخويا مسألة مشيخة اللي هو كان يعني على المنطقة. نعم. فانحكم مؤبد وهسه حاليا سجن البصرة. القضاء اللي حكمه مؤبد
استند على شنو بالضبط حتى يحكم؟ وين الأدلة والإثباتات على هذا الكلام؟ لا دليل لا شاهد. نعم يعني القضاء القاضي القاضي حكم القاضي حكم بناء على هذه الوشاية من هذا الشخص. نعم القاضي استاذ سمير اللي حكم اللي معروف يعني انتماء الحزب الدعوة هو. اها هاي بينت هاي ما تحتاج تكمل بعد على وضع هذا القاضي. نعم فقدم له الدليل هو كان بتركيا طلع من زمن دخول داعش لحد 2016 من رجع. نعم كان مقدم هو عنده كتاب على الأمم المتحدة. نعم. التركية حتى يلجأ الغير دولة. نعم فقدمنا للقضاء ما فاد تزكية من العشيرة 50 شخص وهم ما استند إلها عبر القاضي. نعم فعندي الكتب كاملة أريد أدزها لحضرتكم. تمام سيد طبعا بإمكان حضرتك سيد عمر أنه ترسل كل اللي عندك من وثائق وإثباتات تؤكد براءة أخوك على منصاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي على الرقم المخصص للواتس آب على الرقم المخصص لخدمة أنت ترى أكثر من منصة تقدر حضرتك ترسل. الله يكون بعونكم يا عمر. تبرئة من مستارين المنطقة. نعم. من الاستخبارات تبرئة كاملة. نعم. التبرئة من المنطقة بما يقارب 50 شخص بين شرطة وبين. نعم. سيد عمر وصلت القضية. أنا أشكر حضرتك طبعا والله يكون بعونكم على ما ابتلاكم. أرسل كما قلت لحضرتك كل ما لديك وإن شاء الله بإذن الله سنعرضها وسنحاول عرضها في وقت مناسب في حلقة أيضا تتحدث عن هذه القضية. خلونا نستمع سريعا لرأي السيد أبو عبد الله من صلاح الدين. تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الموضوع عن مدارس عن مدارس او كذا شيء يعني راح انت ما ادري شفت الفيديو لو لا اكو لا الفيديو ما شفته. ولد شاب عراقي جميل حقيقه سوى مبادره قبل سنه بجمع مبلغ 1000 دينار عراقي من العوائل العراقيه الموجوده بمحافظه بابل في سبيل انشاء مجمع سكني للعوائل الفقيره اللي ما عندها بيوت. وبعدين قام بإنشاء مدرسة من نفس المشروع من نفس هذه الحملة حملة الألف دينار مدرسة نموذجية بها 12 صف يمكن شفتها حضرتك أو بإمكانك تشوفها بعدين ب 175 مليون دينار عراقي بشكل نموذجي. وإحنا نسأل هاي الحكومة حكومة المليارات من الدولارات ليش ما قدرت تسوي هكذا مشروع وهكذا مدرسة بظرف سنة وبجهود ذاتية لهذا الشاب وانتم عندكم إمكانيات الدولة؟ مع احتراماتي لهذا الشاب استاذ العزيز هذا الشاب عراقي نزيه هذا ما عنده جنسيتين. نعم هذا مو جنسيه تقرا عراقيه وجنسيه تقرا ايرانيه او تقرا امريكيه هذا عنده جنسيه عراقيه. انا احترم هذا الشاب وارفع له القبعه على هذا واحط له تحيه. هذا شاب نزيه شريف يعني هاي لو عندنا هيك شيء بالدوله هاي الدوله هسه هاي الدوله الموجوده يقولون دوله هاي مو دوله استاذ العزيز. نعم لو اكو هيك شيء ناس يعني المدرسه خلت تكلف 200 مليون مو مدرسه او مشروع ينصرف له مليار او مليار وكسر وهو من تجي تقيس هذا المشروع كل التكلفه مالته كلها من تجي تقيسها 50 مليون يعني البقيه وين تروح؟ يعني ولي قدام لي قدام حقوق لي قدام ناس تقايض ناس. ما وقع لك اذا ما تعطيني هالقد ما وقع لك اذا يعني مشروع يخلص واول مشروع اللي يستلم يقول له مثلا مدير دار يقول انا ما استلم هذا المشروع الا تنظيني. يا عمي وين صرنا احنا؟ صرنا بغابه صرنا بمافيا صرنا بعصابات. واخونا هذا عمر من يقول القضاء عمي يا قضاء القضاء هذا القضاء هذا مع احترامات القضاء رب العالمين قضاء اعوج قضاء مال احزاب اللي بو خلينا نحكم يعني قاضي سنة. قاضي ومن دوله القانون شو تريد بشنو يحكم يعني شو يريد يحكم؟ قاضي ومن دوله القانون هذا 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 اعوج من الباكوره عمي. نعم يعني انت انا من الذين قاضي اودي له ثلاث شهود بالحادث عندي حادث صار بالحادث ثلاث شهود ما يقبل بيهم يعني شو اجيب لك بعد؟ يعني وهسه نوبات يقول لك عندك 50 شاهد 50 شاهد 50 تبرئه شهاده تبرئه جايبين لهذا القاضي وما اخذ بهذه الشهادات وعنده وثائق يعني تثبت انه هذا الشخص
بالوقت اللي اللي كانت به التهمه موجوده بال 2015 وكان بتركيا، ومع هذا ما اخذ به هذا القاضي النزيه الشريف. زين جواز السفر مو عنده تاشيره بجواز السفر؟ جواز السفر طيب زين ما عنده تاشيره بالسفاره يعني. سيد ابو عبد الله انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا، اعتذر منك طبعا الوقت شارف على الانتهاء. خلونا نذهب الى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن بعده نعود لنكمل الحديث مع حضراتكم. الشمس شمسي والعراق عراقي، ما غير الدخلاء من أخلاقي، داس الطغاة على جميع سنابلي، فتفجر الإبداع من أعماقي. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني. ضاقت علي كأنها تابوت، لكنما يأبى الرجاء يموت. والصبر يعرف من أنا منذ الصبا، واشمل له في أضلعي المنحوت. فنشأت تحت الضيم غير مرفه، ما راعني الحرمان والطابوت. رحل الشاعر العراقي الكبير كريم العراقي في إحدى مستشفيات دولة الإمارات العربية المتحدة، وأثارت وفاة الشاعر كريم العراقي حزنا عراقيا وعربيا، حيث أشار ناشطون إلى ما خلفه الفقيد في قلوب العراقيين ومحبيه في العالم العربي، واستذكروا أبياتا من قصائده بينها قوله: لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم، وقوله كذلك: الشمس شمسي والعراق عراقي. كريم العراقي هو الوسم الذي تصدر منصة إكس في العراق والوطن العربي، نعي فيه الكبير الراحل كريم العراقي. دعونا نتابع بعضا من هذه التعليقات. رنا تقول: الشاعر الكبير الأصيل الوفي للعراق مات وعينه على بغداد محبوبته، أسأل الله أن يرحمه ويغمد روحه جنات النعيم. يموت العراقي الأصيل في الغربة، وتستوطن الأعاجم في بلده ما أقساها من كربة. برد تقول: رحل من حمل العراق في شعره واسمه، ستبقى شمسك خالدة، سلامي لروحك الطيبة شاعرنا الكبير، ستبقى في ذاكرتنا مع كل حرف كتبته ونطقته. وداعا أيها الجميل السومري البابلي. تعليق من سارة تقول: مجددا يخسر العراق أحد قاماته خارج أرضه، كأن الوطن الذي أنجبهم عجز عن احتضانهم وقت المرض والوجع والموت. وداعا شاعرنا الكبير. وتعليق من دكتور جاسم الشمري يقول: لماذا قامات العراق الشاهقة تموت في الغربة وليس في أرض العراق؟ وبهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.